ان شاء الله الاهلي هيكسب. انت شايف الاهلي عنده المقدره انه يكسب؟ الكره ما فيهاش كبير وصغير وما فيش مقدره، الكره ما لهاش توقعات كتير قوي. الاهلي بيبقى وحش ويكسب الزمالك. انت ساكت يا شباب، مش عارفين الاهلي يكسب. ربنا يكرمك ان شاء الله، ربنا يوفقنا باذن الله. اه جمهور 10 على 10. بيع انت تاني قد ايه دلوقتي؟ لا هي الثالثة دلوقتي. اه طالعين في ثالثة دلوقتي. الثالثة خلصت ولا لسه؟ احنا بدري على الشمالة. ايه؟ لسه بدري. لسه بدري. دول لحد الساعة كام؟ لحد الساعة 12. بتدي لكل واحد كام تذكرة؟ خمس تذاكر لكل واحد؟ ان شاء الله الاهلي هيكسب 2-0 وهنعمل اجمل مباراه في الدوري باذن الله. ان شاء الله الزمالك 4-0 والزمالك في دم ما ماله عنه زي كل مره يا جيل الاهلي. ان شاء الله الاهلي 2-0. ان شاء الله 2-1 الاهلي. ان شاء الله نكسب. ان شاء الله زي ما كسبنا 3-1. ده مشجع زملكاوي قدام نادي اهلي الجزيره مش انت زاكي. انت زاكي من النادي الاهلي؟ اه كنت زاكي من النادي الاهلي. امال ما جبتش من الزمالك ليه؟ مش عارف، هو اصحابي جم رحت معاهم وخلاص. التالتة شمال دخلت التالتة مين بقى عادي يعني. طب انت دلوقتي واخد ايه؟ واخد شمال. كام تذكرة؟ ثلاثة. دخلت خدت عادي مفيش مشكلة. عادي مفيش أي مشكلة. تتوقع ايه المباراة؟ إن شاء الله 4-0 للزمالك. لا أنت هتاكل ضرب. لا عشان أنا مش ثلاثة. خالد خالد. خالد عبد الله.